إذا اليوم بالضبط موضوعنا وهو موضوع جميل اللي بزاف النساء في الاخر كيجيو كيقولوا تعدوا علينا الرجال وضحكوا علينا وض الحرام وض الحرام ضحك عليا اختي. ما وض الحرام ما هم يحزنون، لا 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 ما كاينش وض الحرام. دابا اجي اجلس باش تصنت شنو هو الخطأ اللي كيوقع لهاد النساء هادو وكيطيحوا في هاد الغرق كيغرقوا. اذا غادي نبداو على داك الراجل اللي كيجي طماع طماع طماع. غتقول لي حنان كيفاش طمع؟ انا غنقول لكم كيفاش طمع. دابا المشكل عندنا في المجتمع ما كاينش واحد التوازن، ما كاينش الوعي. كتجبر المراه تزوجات هي والرويجل ديالها ماشي يلاه 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 يلاه، كتقول له يلاه زلق، كتزلق الراجل. هي في البال ديالها انها غتجبر شي حاجه ما احسن. ملي كتطلق داك اولا كتقول مع المراه كتقول انا ما غنتزوج ما غنعاود غنعيش حياتي بوحدي. ما يمكنش تعيش حياتك بوحدك، هذه نقول لك انا من هنا. طالما انت صغيره عندهم يجيك داك الهوس واحد النهار خصك تتزوج. ملي كتجي هي تفكر باش تتزوج كيخرج لها داك سيدي الطماع. هذاك سيدي الطماع علاش طماع؟ انا غنقول لك علاش طماع. كتكون خدامه عندها وليدات مطلقه مثلا عايشه في الغرب، هذا كمثال. كيبدا عليها اش كيقول لها؟ السلام عليكم انا باغيك نالحلال. هالنقطه الاولى منين تسمع الحلال هرب. منين تسمع كيقول لك كحال الراس الحلال تماش مع وطوي اش الدور قاتلك حالي بغيتك نالحلال. انت كترد عليك كتقول له انا اكثر منك في السن، انا كتدخلوا في النقاش على كتقول له انا زيد عليك 10 سنين. كيقول الرسول عليه الصلاه والسلام منين تسمع الرسول عليه الصلاه والسلام علق. احنا ماشي في العهد الصحابه في الخلفاء الراشدين، في العهد ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي أب علي علي رضي الله عنه. حنا ماشي في العهد هادو. واش انت مني نيتك انت كنهضر مع بنادم الله يستر جيلات حيموت كيحسن كيقول لها بغيتك الحلال، كيدخل لها الرسول عليه الصلاه والسلام وكيجيب لها القصه ديال خديجه رضي الله عنها. هي كتقول وياه الله، كيقول لها واللي هرب من الدين هرب من الطاعه. كتقول هي والله الا مثبت واخا صغير عليا مثبت، هو غيوري لك مثبت غير بلاتي دخل رجلو وتشوفها غادي يكون مثبت غير بلاتي زيد. ايه كيقول لها الصلاه وبنادم يستر راسو شحال من تبقى. هذوك الوليدات اللي عندك غيكونوا ولادي في الحمام نغوي الى العائله ولادو. هو غيولدو معاك وغيعلق حالو. واش هادي واش انتينا؟ يا ويا 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 واحد كيقول لي خالتي بالتجربه الله يجيني من التجربه، انا بعد الراجل صغير عليا بعد ما كنديهش ما كنشوفش حتى فيه. انا الراجل صغير عليا ما عمري شفت فيه وما عمري غادي نشوف فيه، ما عمري غادي نشوف فيه. انا الراجل صغير عليا كاع ما محسوب هو كان كاين بعدا اصلا. انا الا ما كانش يزيد عليا واحد 5 سنين الفوق كان عندي شي عيني فيه. هادي بعدا اصلا مع الدخله لا لا نضحك على راسي نضحك. انا ما مسلسلش كنضحك على راسي، انا كنهضر بالواقع. كيقول لها بغيتك الحلال، الرسول عليه الصلاه والسلام دا سيدتنا خديجه زايده عليه 15 عام وشحال ما تبقى بوحدك، وهذوك الوليدات راه ماشي يكونوا ولادي. وبنادم يستر راسو. السيده كتكون هانيه في الدويره ديالها في هولندا في بلجيكا في المانيا في اسبانيا في ايطاليا في هذا كيلعب لها بالدماغ ديالها. هاد بركابي كيلعب لها بالدماغ ديالها، كتكون عندها ديك 35 40 هو عاد عنده 25 فين باش عندها هذا البرهوش هذا. ما قرا مرعه كيقيل في الراس الدرب كيطلب يما 5 دراهم وكيهرس عليها في الماريوات ويهرس عليها في داكشي ونتينا داخله على هاد الكارثه هادي. بحال مراه كانت تجلس بوحدها بحال هكا كتقول زعما راه انا عاود ترجع تقول له انا كنظن صغيره عليك هو صغير عليك العائله هو علي قد ابنك ابنك علي نلحقو بالطاوله. وبلاتي السيد ما عنده والو، ما عنده لا اله الا الله، ما عنده خدمه، ما عنده دار، ما عنده دوار، ما عنده حوايج كيلبسهم عليه بحال الناس، ما عندهم حتى حاجه. وعلى اختي يما ولداتو سيباتو الزرقاء وانت تجي تهزو، على دابا انتينا باش تعمل الدور الام ولا الزوجه؟ هذه بعد النقطه الاولى كنسولك انا باش تكون انتينا مراه عاقله، واش غادي تعمل الدور ديال المراه ولا الزوجه لهاد العائل سيتو؟ وابنك عنده 15 عام شنو غيبداو يدفنوا لك ويجيبوهم على بلاي ستيشن في الدار؟ يعني انا ما فهمتش انتينا عندك 35 ماشي مع العائل عنده 25 سنه. شنو غادي تعلموا العلاقه الجنسيه ولا كيفاش؟ ما فهمتش انا شنو غنعلم من هذا دابا نتينا؟ ولا غنعطف عليه وتحن عليه وتمسك وتعطيه الحنان؟ كتقولوا لي ماشي الطمع، اكبر طمع على وجه الارض هذا النوع هذا. انا نقول لكم علاش ما مشاش يدي ديك الكبيره اللي في المغرب جالسه
عندها 40 عام ماشي مزوجه وما عندها لا عيال والو. هي تما عندها 35 و45 قسما بالله في البلاد. علاش ما داتش هذيك عام الصاش هذيك؟ هذه اصلا من الصوره الدوله من الصوره كنعطيها البنسيون وكنعطيها الفليسات ولا مدرقين وكلشي مدرق مش طول البرق. هذيك هذيك اللي باقا في البلاد غتدخل في باب العنوسه. علاش ما مشاش يدي هذيك ويقول لها الحلال والرسول عليه الصلاه والسلام ودلت سيدتنا خديجه وستر راسك وانا نكون معاك ونعمل معاك وليداتي شميز بقاك الترن ونعمل لاولاد لا والو. هذيك اللي فيها الاجر ماشي هذه اللي عندها ولادها. هذه بلاتي عليها في خماجه في خماجه الرزق ينفع. هذه في خماجه الرزق ينفع. علاش ما ديتيش هذيك اللي في البلاد ديالك وهي قدامك هيدا الدنيا العائله السعوديه والعائله خديجه والعائله الزهراء والعائله فاطمه والعائله خدوجه والعائله الدرقوشه كاملين تما جالسين بعيش كاينين عندهم 27 28 هذوك ما كيشوفش فيهم ما كيشوفش فيهم. هذا ماشي طمع هذا اكبر طمع. انت ناس حابك صافي دبرتي على الهمزه وفي الاخر كبداو تبكيو ضحكوا علينا. انتوما كتضحكوا على راسكم. انتوما من البدايه الاختيار ديالكم كيكون ماشي في محله. هذا اللي يجي يقول لك العهد الرسول العهد الرسول راه ما بقاش. الرسول عليه الصلاه والسلام هذيك كانت فتره اخرى. انا نقول لك الفتره اللي كانت هذيك الساعه الكلمه هو الشرف ديال الراجل. الى قال السلام عليكم انا غادي غنقوم بها غنقوم بالواجب ديالي صافي واخا يعرف عنقه يطير غيقوم بالواجب ديالو. الكلمه كانت الكلمه هي كل شيء. الكلمه هي الشرف ديال الانسان. دابا فين عمي موح فين فاين رسول الله رسول الله الدنيا الله يسر بنادم واقف كيبغي يوقع له رجلو يدو ويطيروا به. واش انت انا باقا كتثق في العهد الرسول انا ماشي شي واحد اللي كنطر لي داك الكوينتوتشينو. انا كيتسمى الكوينتوتشينو هذو الخرايف. كوينتوتشينو هذا الا ما عرفتوش هذا كيتسمى كوينتوتشينو. هادو من اللي يجون عندكم بالحلال ويطيح عليك العهد الرسول هذا اكبر طمع. هذا غنسى الموضوع. هذا غيدي اللي غادي يدي. ونزيد لك حاجه واحده اخرى حتى الممارسه الجنسيه هو ما عنده ما يعمل به. هو خصو ما ياكل وما يشرب يما هيت منه صافي. ملي كيعمل ديك 25 مقره ما بغى هذا كيدور لا مع رجله راه واحد 5 دراهم راه شري السبردين راه يما خصها غافي ياخذ تشك منه. عايتو غيعاملك مزيان حتى تدي لهم بنهم تفكهم لان غادي نرفد عليهم واحد الضريبه غادي نرفد عليهم واحد المصيبه غيلصقوها لك. البنات انسى كونوا معقلين شوفوا الرجال اللي قدكم في السن. انا ماشي ضد الزواج واحد صغير ولكن الاغلبيه كيكون النجاح ديالو 0% مع الدخله مع الطلاق. علاش ولادكم صغارين مساكن باقيين عا كيكبروا كيشوفوا ديك الصدمات نسينا كتعلق به كتعلق بالبرهوش كيعلق الجنطره من جهه اليمين وجهه الشمال ونسينا مقابل ومتزاحم معاك على المرايه. اش غيتعلموا ولادك من هذا خصوصا الا كانت عندك البنت. واش غتدخلوا نتينا على بنتك؟ انا نثق فيك حال الراس ندخلوا على بنتي عندها 15 عام. واش انا ندخل شي واحد عنده 25 سنه وانا عندي 35 ولا 40 ونتزوج انا براجل ب 25 وندخلوا على بنتي؟ لا سوري اللي قال اخر. انا غادي نشوف للبعد ما غنشوفش انا ما غنسطمش خطوه ونطيح نتكسر فيها ونتهرس ونهرس نهرس الاجنحه ديالي ونهرس كل شيء. نو سوري اللي قال اخر. نو غنفكر مزيان وما غندخلش حتى في النقاش مع هذا السيد هذا مباشره غادي نبلوكيه ما نعطيش حتى الفرصه ما نعطيش الفرصه. لا باش يقول لي لا الحلال ولا محمد عليه الرسول الصلاه والسلام ولا سيدتنا خديجه ولا يعامل لي ولادي ولا ماشي يرفدني ولا غيحبني ولا غيزمرني. بيني وبينه التقر. صوفيا راك هي كاينه حبيبتي وبلوكي بلوكي هاد القططعيه هاد الشلابيه هاد الشلابيه هادو بلوكي هاد المصيبه الكحله هادو. انا بحال هاد النوع هذا النصيحه اللي كنعطي للناس اللي كيسمعوني ومعقلات وشربه عقلك بحال النوع هذا دخل عندك عنده 25 26 مزين عندك 35 40ات بلوكي عليك هاد السخط. راه هذا طماع غيجي غيكسر لك يعني داك الشيء. تينا خرجتي من واحد الصدمه مع الزوج الاب ولادك يا ربي ارتحتي نفسيا دابا عاود غتدخل في معركه ثانيه. علاش اختي تينا غازت الحرب العالميه الاولى والثانيه بغيتي حتى انت تعمل الحرب الحروب بشويه عليك غير بشويه عليك. شوف من حقك تعاود الزواج ولكن مع واحد الانسان اللي هو قدك في السن وكثر منك في السن صغير عليك بالسنوات ما عندك ما تعمل به. هذا ما كنتحدثوش معاه حنايا هذا ما كنتحدثوش معاه باي طريقه ونتحداه
الا هو كيقول غيعمل فيك انه كيهضر بالحلال وكيعرف الرسول عليه الصلاه والسلام والقيم ديال الرسول يمشي يتزوج هذيك اللي في البلاد هي تما ما عندهاش الاولاد بقى ما زوجتش في العنوسه عندها 35 عام وعندها 40 عام يمشي يديها والله عليها لا تقلق والله لا شك فيها هذيك ما عنده ما يعمل بها ما غيديهاش وعلى ما كاينش المطلقات في البلاد هيدا مطلقات في البلاد هكذا بالعرم عيا مشاش يدي هذيك ها ويكفل هذاك جد الوليدات هو جاي يكفل ولاد اوروبا ولاد اوروبا عندهم التخليص ديالهم وعندهم كلشي ديالهم اش يكفل فيهم هو غيجي ياكل لهم في ديالهم العائله نجمع راسك وفيق وفيق الا غادي تفيق قاتلك حنا نتوما كاع ما كتفيقوا وفيقوا الا غادي تفيقوا تقعدوا في الاخر ود الحرام ود الحرام ضحك عليا وداني وضحك عليا وداني واختي تي اكبر من الحرام غتكون في هذه الحاله ماشي هو ود الحرام انتم كتضحكوا على راسكم براسكم سمح لي صوري نقال اخر هو غيجي يكفل لك من البلاد جد العيال هنا في اوروبا مكفلين الدوله مكفلاهم مكفلاهم الدوله تبارك الله ما شاء الله هو غيجي يمنمني في الفلوس ديال العيال خصني الرقية دابا ملي كنعريكم وكتفضحوا والناس كتعيق وكتفتح عينها انا خصني الرقية انا خصني الرقية والصح وما كان ماشي عيب الا خصني الرقية الكلام ديال الله نسمعوا فيه الخير ما نطيحوا شي غير فيكم نتوما يا ربع عبد النصابة يا الشلاهبية انا ما نطيحش غير فيكم نسمع ماشي غير الرقية ونعيش حياتي كاملة باقي الحياة ديالي مع الرقية اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي اهلا وسهلا ماشي مشكل دخل عليكم القاصح عقتو دابا ياك غادي تعطوني دقيقه غتكبسوا لي على الشاشه وغتزيدوا تعملوا البارطاج باش نبلوكي بعد منهم لان الكلام الساقط خدم راني نشوف هذا تانغو بيريس ولا تانغو الريح الباب ديال الزنقه يلا هاي كي كيو اوت يلا 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 الباب الحباب زيد صوفيا كيك ديم اوت باب زنقة يلا اعطيهم يد الله يخرجوا يمشي الله يعاوننا ويعاونهم انا بحال هادو عادي يطلعوا يشوفوا فيا يلا هنا هذا موضوع باش الناس تفهم تتوعى اذا انا كنقول اي وحده عندها وليداتها خصوصا اذا كانوا وليداتك البنات منين تجي تزوج فكر توايس ما معنى توايس مرتين دوس بيسس دو فوا فهمتيني ما تفكرش بوحده لان نتينا عندك واحد السن غتزوج بالراجل اصغر منك غتجيبو تدخلو على بناتك رد بالك غيحضر لك هو البنات والبنات في المراهقه ايوا ما كتفكروش نتوما بعيد هنا اللي عند البنات واخا ماشي البنات واخا يكونوا الاولاد خصنا نردوا بالنا الولد الصغير يمشي في التاش يبني حياته مع وحده صغيره يلا زلق اللي قال اخر ايوا جمع راسو يمشي يخدم على راسو يبدا من زيرو كما بديتي نتينا وكما شي حد الميحان دازو عليك انتينا ماشي قنطره اللي جاي طلع فوق منك يركم فوق الموجه ويزيد هادو راه كيستعملوا النساء كقنطرات باش يوصلوا للهدف والمبتغى ديالهم ولا خص الناس تتوعى في هذا الامر هذا سيده عندك 35 عندك 40 سنه لا داعي عليك ترتبط بشخص عنده 25 سنه عنده 22 سنه عنده 20 سنه انا نصيبتو لي فيديو وحده في المغرب المهم كتعمل داكشي ديالها قالت كتقولها هي فتحت البوسطام ديالها هيدا قالت انا مجوجه قسما انا بقيت غير كنشوف هنا انا تشلط فتحت البوسطو قالت انا مجوجه بحالي ماشي مجوجه انا كنصرف ولادي كيتسخروا هو جالس اش جالس كيعمل يا بنتي شنو جالس كيعمل تي كتجلس دلحلة في التيك توك ودلحلة في الفيسبوك وفي اليوتيوب هذا شوهتي راسك قرعتي راسك شطحتي ما خليتي ما عملتي وفي الاخر ديه الصغير باش تجيبو باش تما مزوج وعندك ولادك باقيين صغارين هذا الدل هذا قله الوعي الناس ما عندهاش الوعي هذا الانسان ساكن ما عندهمش الوعي كيطيحوا في هاد الكوارث هادو راه كوارث الناس راه عايشه ما كتعرف الليل ما كتعرف النهار ما كتعرف ما معنى السعاده ما كت... الهرمونات ديال السعاده بعدا ما عمرهم كيخرجوا لها في الجسد ديالها هي ما عندها ما كتعرف لا الدوبامين ولا سيروتونين ولا هم يحزنون هي عندها غا مع الهرمون ديال الدل والقهره والويل
الكورتيزول هو اللي مطرطق للجسد ديالها. علاش؟ لان ملي كيكون الاختيار ديالنا اختيار غير لائق وماشي في محله، هنا كنسقطوا في الواد، في الحفره، في الهوته كنعاودوا. وملي كنعاودوا راه كنبقاو ضحكه، كنبقاو كنعانيو والمشكل واخا تفضي مع داك الشخص راه كتبقى ديك البصمه، كتبقى في الذاكره ديالك، كتراوغ معاك وكنعطيك مشاكل ملي كتفكر فيها. وعلاش اختي؟ علاش حنا شمن ربح طلعنا مور هذا الشيء؟ شمن ربح طلعنا مور؟ ما كاين حتى شي ربح. اذا هنا انسى، خصهم يعرفوا هذا النوع الطماع كيجي باب الزواج، وهو ما كاين لا زواج لا والو. خلي اختي يبقى في الدار ديماه، خليه يبقى في الدار ديماه، راه باقي خصو. حنا كنا كنعرفوا قبل الامهات والاباء كيوجدوا وليداتهم، كيوجدوا البنت وكيوجدوا الولد. دابا ما كيوجدوا حتى واحد، ما كيوجدوا لا بنت لا ولد. دابا هي كيقولوا لها سير دبر على راسك، وهو كيطلقوا كيقولوا له فين كتمشي؟ شوف شوف ديك المهمه، كيعيطوا لها المهمه، شوف واخا كبيره عليك ديك، في غديه كان يديكم كاملين بكم للوادي ان شاء الله، تغرقوا ما تطلعوا. على هي مالا عندها هنايا دار الضبا ولا؟ ديه معاها. هذا ديه دابا مصيبه الكحله. مش جديه فين غديه؟ بحال وحده قالت له غنديك للطليان، كدور تما بقات كتهوت، خصها البوس تشعطت فيه عند داك الكاغي تصدق، ومسكين سحب له دو الصح من معاه الكاغي تصدق كيستنى الطليان. كنقول له لا لا مشيت وماشي نجيب لك الورقه، هما الورقه هو الحق. هذيك لا صيانه، هذيك هذيك شرفه مطوره، هذيك غيدي موراها زليق، ما غيدي موراها حتى هو مسكين كيستنى الوراق. واش بنادم كيهيط في الطليان ما خدام، ما عنده نومينا، ما عنده حتى حاجه، غيطلع الراجل من المغرب وعاد باقي صغير. كيضحكوا على الناس وكيخليوا الناس يتاثروا بهاد الكوارث هادو، بهاد الامثله السيئه اللي كتعطى في المجتمع. امشي درقوا الزلايف ديالكم بعد، وخليوا الناس، راه الناس اللي فيها مكفيها، بقاو تكذبوا على عباد الله، وبقاو تدخلوا الناس المعمعه هادي. قلت انا واش كاين شي واحد في الطليان دابا ساعه في البلاد؟ الناس اللي خدامه واش كتهبط دابا ساعه للبلاد؟ علاش كون هاد الباترون اختي اللي ماشي يعطيني بنادم العطله عام كامل؟ تكون مراته ما يعطيكش العطله عام كامل. عملوا كبسوا عشاء ان شاء الله. خليكم الاخت كتعمل هذا، كتعمل البلوك، عملوا لايك، عملوا جود لايف، وخلوني نبلوكي الله يعطيكم الصبر باش نقدر نبلوكي باش نزيدوا في الموضوع ديالنا. فلهذا النصيحه ديالي، اي وحده كتسمعني من هذا المنبر هذا، طلقتي بغيتي تعاود الزواج، عاود الزواج، ولكن شوف السيد اللي هو في السن ديالك الفوق. انسى عليك، عندك 50 شوف مول 55، عندك 55 شوف مول 60 58 57، ما تهبطش لتحت، ما عندك ما تعمل لتحت. ها وحده بلاتي شنو قتلو؟ عاود صيفطوها لي في واحد هذاك الفيديو، مشات مع شي واحد ما عيطوا له على باباه، باباه ماطيو، ماطيو ابنك كيف تسش عليك؟ وشوفوا على كوارث، شوفوا على كوارث، رجعنا كنشوفوا كيمشيو معاهم يعدوا معاهم العيال، ما عرفا كيعدوا داكشي، الله اعلم. انا باش ما نترقبش لاننا الناس ما كنعرفهمش. ماطيو اماتيو قتلوا ماتيو، لا تيو ماشي ماطيو، نرجع مع راسك تخدم على راسك. كنبقاو تولدوهم غا ولد وطلاق، ولد وطلاق، ولد وطلاق، لا اصل لا دين لا مله. سيروا الله يخليها لكم سلعه، شوهتونا وشوه ينعل هاد اسبانيا كاع اللي وقعت فيها. انا بعدا كنشوف ايه ماتيو، لا التيو ديال ما هذا، او نو تجمع راسك، قال لك ماطيو كتلصقوا في الكوار وتلصقوا في كل شيء، الله يسر، خاصكم غالي من تطيحوا. وادي نيتك ماطيو باقي غيدور من عندك، بنادم كيقيل يشطح فيما كتشبر الحاله، هي كتلقى راسها وكتردح. ماطيو كتبكي على باباك اوليدي، كتبكي على باباك ياك، فينو هاد باباه؟ وانتوما كتمشيو مع عشره كتبغيو تلصقوا في ماطيو، على صحابكم ماطيو حمق ولا؟ ماطيو نوستا لوكو اي؟ ني ماطيو ني ميغني هوست يعني ني تريس بونيتاس اللي قال اخر، وامشيو دخلوا سوق راسكم وكونوا تحشموا، وخليو عباد الله راكم شوهتونا في الحقيقه. انا اللي بغينا نقولو هذا غا الطمع، الطمع ديالهم قتلهم. الطمع ديالهم خرج عليهم، والله العلي العظيم، واقسم برب الكعبه الا المخير ما فيهم كنشوفو كيعاني معاناه،
ضغط، قلت يعني الصحة ما كيناش، ضعف الشخصية، إنسان مريض وعايش غاكي بابا أو 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 ماتيو الريح ماشي ماتيو. فين واد ماتيو؟ فين واد ماتيو؟ حتى اسبانيول باغي تلصقوا فيهم أو علاش عليك أنت بهاد ماتيو؟ واش مشاك مع هاد ماتيو كاع؟ أنا ما فهمتش هاد الناس هادو كيتعلقوا فين يتفلقوا؟ دابا هادي شكون عطي شمن رسالة كتوصلنا للشابات ديالنا؟ يمشيونا مع ماتيوس ها؟ بقاونا حنا غا ماتيو صافي كملنا، خصنا دابا فريديريك وخصنا ماتيو وخصنا صافي شنو بقى خصنا؟ وهاد القماقم هادو انا بعدا ما سحبليش كانوا كاينين في الحياة في الكون بعدا وغا يخفوا ينقصوا المليار الذهبي لك غا هيدا وي وعلم فوق ونقصوا لنا بهاد الشيء ماتيو وهاد الفضيحة غازيدهم هاد سخط الله هذا لاش بغيناهم هادو كاع هاد الفضيحة هادي واش هادوم واش هادوم باقي خاص بنادم عاد تشم معاهم يا قدو خصك باباك مسكين تيبكي على باباه ماتيو ماتيو وميلا تيه 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 زوراندو ما زوراندو شنو هاديك بعد اسبانيولا ولا تحنوية والسيدة ما مشات تقرا حتى اسبانيولا ما قريتش حتى اسبانيولا بحالة بحال الناس وكتقول لك ومشات مع قاوري قاوري ولا ما عرف شنو هذاك المصيبه ما كاين طهاره ما كاين حتى حاجه كيمشيو معاهم هذاك داك الشيء ديالهم يا ربي والسلام وتخرجنا من دار العيب لعيب والمنكر المنكر المنكر ماشي كيخلف عليه الدور جلو دابا داك العيل شنو هو فيكتيم في الحقيقه كنشوفوه راه الا راه جماعه بليك راه كيدوروا على الله يفات تشوفوا العواو اللي في التيك توك واللي في هذا راه غيزولوا لك وغتبقى لا لا يخذي ماطيه ولا يخذي ماطيه رد بالك على راسك فهمتي انا ضي جمعي راسك سمحوا لي راه كاين بلوك دابا خدام حاولوا العملو قد لايف الله يخليكم باش نقدروا نخرجوا بعد الباسلين عملوا بارطاج الله يخليكم باش نقدروا راه البلوك الاخت كتبلوكي اذا غادي نزيدوا على هاد هاد الموضوع على الطمع السيد اللي كيجي طمع بلوكي بلوكي كيك دمي اوت خرج عليا سقط الله برا عملوا جود لايف الله يخليكم باش نقدر انا نزيد السيده راه كتبلوكي تحت يلا الفيسبوك جيم ما توقفوش منه باش يتفاعل الفيسبوك بحال دائما زيد الله يعطيكم السر طمع طاعون والطاعون كيقتل اغلبيه عايشين على الطمع وهذه هي النهايه ديالهم سوداء دنكاء حي الدنكاء كيعيشوا الله يسر عبتكم الغزله بارك الله فيكم اذا نتوما تابعوا باش اللايف ما يهبطش باش نقدروا حنا نعملوا البلوك وفي الفيسبوك كذلك وخلينا والناس اللي بغات تستافد راه غتستافد وغادي تفهم واللي عندها شي علاقه دابا داخله فيها مع شي واحد صغير دعمل له البلوك وتخرج فحالها خرجي برجلك سالمين راه ما جدي غتبقى غير بواحد الحاله النفسيه ديالك غتدمر فقط في الاخر راه ما كاين حتى حاجه فهمتي خرج في حالتك وخلي راسك هانيه مع الراس ديالك ماشي ماشي من حقك تعاود الزواج ولكن كنعطيك كنصيحه من القلب شوف شي واحد اللي قدك في السن وزايد عليك وما تعتمدش عليه 100% غير 50% انا ودني منك انا ودني منك ما تعتمدش عليه 100% والزواج ديال اليوم راه ما تعملوش الامل ديالكم 100% دخلوا غير 50% 100% راه ما كايناش 50% ويا ربي تنميوها باش نوصلوها لديك 80% لان الدنيا في خطر كل واحد لاش ماشي اولا من اسباب هاد الرجال هادو الطماعين اللي كنهضروا عليهم هي البطاله ما بقاتش الخدمه هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه انه في البيت ديالو الام ديالو الاب ديالو ما علموهاش يعتمد على راسو انه يكون سباع يجيبها من القعد البير ما علموش هاد النقطة هادي فكل بيت كيسمعني دابا وجالسين معايا كتسمعوني ان وليداتكم اللي طلبوها ماما كيرو يستو توما كوراسون ماما كومبرامي يستو سي مانيانا تلو كومبرو مي امور مانيانا مي جيباس السيني سي مي ويدا مانيانا تجيبو السيني ماما مانيانا مي كيدو كون اميغو مي ديخاس 10 euros para tomar algo سي مي ويدا مي كوراسون مي سيلو تلو ديخو توما كوراسون او سيا اي حاجة داك الولد او ديك البنت كطلبها لك انت كتكون في التنفيذ كتنفذ اذا هنا حاولوا نعملوا بارطاج لان البلوك كينخدم بزاف اذا هنا كاين واحد المشكل كبير اللي هو الطفل اللي علمتيه على
كل حاجه كنعطيها له في اي دقيقه كنعطيها له، فكن على يقين انه هذا الولد غادي يطلع بدون عديم المسؤوليه. ما معناته عديم المسؤوليه؟ يعني انت في هذه الحاله هذه راك كضره ماشي كترضيه، لان الرضا ما كي الطفل ما كيكونش بهذه الطريقه. خصنا نعلموهم بان كاين بعض الحوايج خصنا نعملوهم مقابل حتى هما خصهم يعملوا شي حاجه. ماشي بغينا نمشيو للسيني هاك، بغيت نشري هاد السبردينه هاك، بغيت نطلع هنايا هاك، بغيت نبقى مع الصديق ديالي يعطيني باش نمشي ناكل في الماكدو ولا نمشي هنا هاك. I don't know what. يعني everything that the boy ask the man she gives him دون اشكال. هذا راه مشكل كبير وعويص. إذن هنا خصنا نحاولوا كيفاش نربيو الشخصية ديال الولد، أنه من بين الشخصية اللي غندخلوا له أنه يعتمد على راسه وأنه يكون راجل، مواقفه تكون مواقف رجولية، أنه لا داعي يستنى شي مرأة تجي كبيرة أو لبولادة أو لا أو أو باش تبني له المستقبل وباش يجي هو يتخبع. لأن الأغلبية هاد الأولاد هادو من هاد الشباب اللي كيمشيو يفتشوا على مرأة كبيرة منهم في السن عندهم مشكل يعني عاطفي، أن الأم ديالهم يعني حنت عليهم أكثر من جوج، فهما كيفتشوا على ديك الغلاف ديال الحنان. وفي نفس الوقت من الناحية المادية أنهم يورقوا مع راسهم في الكراسة وكل شيء وصل لهم حتى لعندهم. وقف البلوكة صوفيا، وقف البلوك الله يعطيك السر. جود لايف، اللايف غيهبط، فكوا داك ياو رجعوا طلعوه. كبسوا لي على الشاشه بطريقه عجيبه. نعم كبسوا جود لايف خصكم تكتبوها وما توقفوش من التكبيس الله يخليكم. المهم انا قبيله بلوكيت بزاف، دابا بلوكيت بزاف هالبلوك حتى هو كيعملنا هاد المشكل هاد العرقله هادي، فلهذا خصكم تساهموا بهذا. ثانك يو. وي جود لايف ما توقفوش، قلت كتكتب دوس دوس او. يس ثانك يو سو ماتش. نعم كان بلوكي لان بعض منهم احنا ما قدينش نشوف الكلام الساقط الله يخليكم. احنا هنا كنناقشوا موضوع كنوعيوا به الناس، ما احنا كنطيحوا كلام ساقط ما حتى شي حاجه. انا ما عمري طيحت شي كلمه خايبه، ولكن هاد الناس حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، هذا هو المشكل. عاودوا طلعوا اللايف، كبسوا على الشاشه ما توقفوش التكبيس الله يخليكم. استناكم. وقف البلوك صوفيا، وقفي البلوك الله يعطيك الصر. زيدوا طلعوا 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 دغيا 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 جود لايف جود لايف، وتكبيس على الشاشه باش نقدروا نرجعوا. نعم نورا انا غنقول لها صوفيا حاول ما تبلوكيش، حاول غد تزولوا القلم ما تحاولش تبلوكي. هي حنا كنقولوا انا اللي كنعطيها الان كنقول لها تبلوكا، لان داك الشخص بحال هذاك اللي كيطيح الكلاب ما يعني ما غيدخل يستافد ما والو، لان الا عملت له زولت القلم غيدخل عاو غدا عاو خصني عاو نبقى عساسه عليه. هذا هو المشكل، فكنجري عليه مره يمشي في حاله. جود لايف الله يخليكم، ما توقفوش من الكتابات جود لايف جود لايف كل لايف باش تقدروا. والتكبيس تكبيس 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 حتى انا باش نكبس معاكم. يلا نزيدوا تكبسوا دغيا الله يخليكم باش نزيد نكمل. جو اهيد اول اوف اس توجذر. يلا انا سينو باش نرجعوا اللايف مطعو كويك بليز فاستلي as soon as possible. يلا نزيدوا نكبسوا دغيا الله يعطيكم السر. بسم الله هانتوما راجعين طالعين باللايف مزيان ما عندهم يتسالكم شتو، ولكن خصنا نزيدوا في التبيس وغود لايف. يا واحد غكبسوا لي على الشاشه، ما بغيت لا ورده لا حتى حاجه. شكرا على العطاء ديالكم، ولكن انا ما طلبه منكم حتى حاجه، حاجه واحده بغيتكم تكبسوا وبغيتكم. انا ما بغيت منكم لا هدايا ولا حتى حاجه، عطيتوها جزاكم الله الف خير، ولكن ماشي من الاولويات ديالي الله يعطيكم الصبر. انا هنا ماشي لاستقبال الورود وداك الشيء، انتم كلكم ورود ورود على ورود، ففقط تكبيس وفقط ان اللايف يبقى طالع باش الناس تستافد. هادشي اللي باغيه منكم الله يجازيكم بخير.
من نعم انا غنزيدو نكملو لان كوثر قلتي شي سير خنشه ديال بيبا ويك مي يدك كطرطق به بيبا كبس على الشاشه سمعتيني يا لالا كوثر واكتب لي جود لايف باش نشوفك واش معايا ولا راه كتفلا ايوا قبيله ضحكنا ودابا الموضوع خصك تكون من جنود الخفاء ايوا يلا لالا كوثر توكل على الله ايوا هاك تاكل غزلان نعم انا غادي نزيدو اذا قلنا ان العوائل في قبل يعني في الازمنه الماضيه يعني دائما الام والاب كيحضروا الولد وكيحضروا البنت اليوم يعني التحضير من اجل انهم يكونوا بالمسؤوليه ويعرفوا شنو هو الزمان ويعرفوا ما كاينش اذا من اسباب الطمع ديال هاد الشباب بهذا النوع هاد الفئه اللي كنهضروا عليها هاد الشباب وهو البطاله ما كاينش العمل اولا كيكون عنده عقد في الصغر ديالو ان الوالدين ديالو ربوا واحد التربيه ديال الفشوش كيتسمى ولد الفشوش كيفتش على شرفه باش يجي يتخبى على فطهره فهمتوا كيكون ولد الفشوش يعني تربى بكل شيء ما كيطلبوا كيكون عنده فكيفاش غادي يمشي هو دابا باش يقوم يهز المسؤوليه أدراسه وعد المراه وعد الترسيرو اللي غيجي اللي هو البيبي غيجي شي بيبي في الطريق لان حنا تبارك الله وعندنا واحد العقليه واحد المونطاليتي الله 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 على مونطاليتي عندنا حنايا حنا كيف كنجوجو الا ما ولدناش وا خالتك كتعيط امندرا فلانه لا باقي ما جابش ويلي واش باقا كتعمل عمته امندرا ايوا حنا كنوجدوا الحوايج ديال السابع كيعملوا لنا بنادم الارهاق الله يسر كادوم ديالنا ما جوجتي شي عساسين عليك جوجتي عساسين عليك كتجوج باش يعطيوك بالتيسع كيبقاو حدايين عليك فيهم باش تولد لهم وكيوجدوا الحوايج ديال السابع كيعملوا ما كيخلوش الناس تتنفس يعني راه مشكله في المجتمع كيما عملتي مع بنادم وحله وكيسمعوك الهضره والهضره كتوصل لك راه مجموعه في المجتمع ديال الناس ضحيه الافكار الناس اللي حواليها انا كنعطي نصيحه للناس حاولوا تخدموا على الشخصيه ديالكم ما تسمعوا لحد سمعوا راسكم اللي مسلككم هي اللي تعملوها كوثر الله يا ودي على كود لايف هذا كتكتب ايغريك وزول صاحبتي ايغريك عوض راسك كوثر ياك ما طاحت لك الزريعه ديال البيبا على الكلافيه ديال التليفون ها وزول ايغريك الله يرحم والديك وطلق معايا اللعب اكتب دغيا مزيان دوخ عليا راسك يلاه وصل على الميكان ملي كنهضروا الانجليزيه اش كاين دابا ما وقعش وقع فيكم Hasta que tengo una infancia traumática, es un problema muy gordo. Yo te aconsejo que empieces con terapias, buscas un coach, un psicólogo que te ayude para salir de la trauma, porque si no, tu vida va a ser lo mismo de lo mismo. Y tu vida será, y es y será, calvario. Calvario, nunca vas a sentir que estás viva. Estás viva, tienes un cuerpo muerto con el alma. Y la mente ya no te digo más. Ya no. Ay, te cacao sardía. Y yo, que te cacao sardía. ¿Cómo te عرفتي? 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 No, no me conoces. واحد قال لي يجب أن ترجع المرأة إلى البيت وتترك المسؤولية للرجل وتحترمه وتحترمه. أولي نزوج أنتي ربي بنتك. ربي بنتك باش تكون ربات بيت وربي ابنك باش يكون راجل. دابا العالم راه زاد فات الأول. دابا خصنا نعالجوا المشاكل اللي عندنا الان حنا ما يمكنش دابا ما نقدروش نقلبوا شي اشياء اللي ما يمكنش تقلب كيفاش غترد انتينا المراه للدار انت كتظن غترد هاد الكميه كامله اللي خارجه برا كتخدم ترد للدار باش بضقمك بكتابتك هاد التعليق هذا هاد التعليق المتشائم انا بعدا شفتو باش نمرض باش غتردو عندك شي بديل لازم معالجة المشاكل على حسب الوقت والواقع اللي وقع فيها
ماشي على حسب خصنا نردو. وفاتك راه 100 سنه والمراه خارجه كتخدم، دابا عاد فقتو. واش دابا عاد فقتو كرجال صناع القرار؟ كل هاد الاشياء يعني ما يمكنش دابا غادي يجيو حاجه وحده هذا هو الحل ديالهم. لا خص المراه ترجع. فين غادي ترجع؟ علاه غادي ترجع؟ ما غاترجع حتى وحده دابا، مشات دابا الا ما دفنا الارض وصافي غيطلع شي غتجي شي معجزه اخرى. هاي هي ودي ترجع المراه، فين غترجع؟ تخلي المسؤوليه للراجل ويحترمو. الاحترام واجب على الرجل وعلى المراه بجوج، بوت اوف ذم. ماشي واحد خصو يحترم، ماشي هي خصها تحترمو، هو الاحترام ديالها ليلو وهو خصو يحترمها. احترام المتبادل هذه بعدا. اولا المسؤوليه ديال الراجل وديال المراه. المراه الا رجعت للبيت هي كتكون مديره البيت ديالها، فعلا انا متفقه معك في هذه النقطه، ولكن كيفاش غادي يدعم النتينا باش ترد هذا الكم الهائل اللي هو في العالم كامل باش يرجع للبيت؟ ما غيرجعش. اذا خصنا نعالجوا المشكله على حسب الواقع اللي حنا فيه. هانسيش بغيت نقول لك انزو بيس نو اس فاسيل كومو لو فيموس اسي تاناسي. هاي ذا جود لايف ما توقفوش. اذا غادي نزيدو نكملو. اذا قلنا حنايا المساله ديال الرجل اللي كيجي عنده هاد المشكل هذا، طامع، طامع في واحد المراه، طامع باش تخدم عليه، باش تعطيه، باش تعمل له وريقات، باش هذا، باش تصل به سالفاسيون، فهمتوا؟ هذا كيكون عنده مشاكل في التكوين ديالو، اما ما قراش، اما ما خدمش، اما ما جي من عائله الفشوش كما عودكم، اما عنده عقد، اما كانت كضربو كيفتش على داك الحنان، عنده مشكل من هاد المشاكل هادي. لان لو فعلا هاد الظاهره هادي كانت تكون ظاهره عاديه، علاش ما يديش ديك المراه اللي هي مطلقه وربات بيت وغا في البلد وبنت جيرانهم؟ هي تما قدامه في الدرب مطلقين 10، يتزوج غير من وحده من هادوك يعمل فيها الاجر، ويزيد يعمل الثانيه والثالثه والرابعه يعدد. هذا هو الاسلام الصحيح. لا يجي حتى لقرطحنا، جاي كيفتش لي في قرطحنا على المراه ولادها ماشي يربيهم وغيسترهم وغيتكفل بهم في قرطحنا، هو غيتكفل لي بالعواول في قرطحنا وتكفل لي غير بهذوك اللي في الدرب ديالكم. ها هما كتشوفهم على عينك، شنو كاين لا مقطعه صنيديله مقطعه، يماهم كدعاني كتخرج في الصباح تمشي مسكينه باش تدبر طرد الخوص، ايوا تكفل غير بهذوك، عندك فيهم الاجر كبير. اما هذوك اوروبا ما عندهم ديما منهم حتى خمسه كبار ديال الاجر، يعني عندهم كل شيء، هادو ما حاسينش حتى كاين الاب ولا ما كاينش. وياسمين كتقول لك انا كنت مع واحد طماع والله نفضل نعيش بلا راجل او الراجل اليوم، يعني كان طماع يعني كان كيطمع لا في دياله. غادي نمشيو نخليو هاد المراه المطلقه وهذه، وغادي نمشيو لحاجه اخرى، غنمشيو لمراه اخرى، نمشيو لمراه اخرى. الطونوبيل ديالها كتبقى تجري وتخدم وتقرا، كتعمل الدويره ديالها، كتعمل الطنيبيره ديالها. هذه قصه واقعيه وشفتوها نتوما في الانترنت، وغادي نعاودها لكم وانتم غتسترجعوها. عملوا ما توقفوش، راه صوفيا وقف البلوك اختي، قلت لك وقف البلوك، صافي البلوكي حتى واحد دابا خليهم يهضروا. نسينا دابا ملي كطيح بالبلوك عاود ما كتوقفش، كبسوا على الشاشه الله يعطيكم الصحه، صافي غير محتاج يخليهم. هذه قصه اللي وقعت باش تشوفوا. كملت القرايه ديال السيده وكل شيء، المهم تبارك الله خدامه، خديمه ديالها بالطونوبيل ديالها، شاريه الدويره ديالها بطريطات من البنك، ماشيه. جا طمع، طمع اول شيء تعرف عليها على فيسبوك وداك الشيء، دخلوا من هنا قالت عنده البريفي، قالت عندها البريفي. نهار الاول نهار الثاني قال لها بغيت تقني الحلال. واعدين هذوك اللي كيهضروا لي بالحلال بعد ما كنبقاش ندور من مورايا، انا غير كنسمع الحلال كنعلق من دايما ملي كنت كنسمع الحلال كنقول شنو بغيتي الحلال، كنقولوا انا كفتاش على الحرام غنمشي بحالك، كنعرفوا هو هذاك حرامي، هذاك اللي كيجيني انا بالحلال ويجيني بالقوالب والتناوير وبدا يهضر لي بالاسلام ويهضر لي على الاسلام، كتهضر معايا نتينا بالحلال، واش انا مجا من جزيره بوكو عنده من البوذا؟ مي انا مجا من دوله فيها الاسلام، علاش كتهضر لي على الاسلام؟ واش انا قلت لك تكون لي فقيه تشرع لي وتحلل لي وتحرم لي؟ قل لي
شنو فراسك وشنو لاش جاي داخل هاد المؤسسة؟ شنو جايب معاك؟ لاش جاي؟ شنو هو بالهدف باش تختارني أنا؟ أعطيني الأجوبة على هاد الأسئلة. ما تبقى تقول لي الخرايط ديالك بنت الناس ما بنت الناس، والحلال ما الحلال، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام وفي العهد هذاك الشيء كامل ما مقولش هاد الساعة هادي. هذا زمن آخر، زمن المعقول، زمن سؤال جواب. أعطيني شنو كاين، لاش جاي؟ شنو جايب معاك؟ علاش بالضبط أنا؟ كاين مليارات، علاش قول لي علاش بالضبط انا؟ انا غنسمع الجواب نعرف شنو كاين. ما بقاش انا عند دخل خرايف في الراس ديالي، مقال عمر انا راسي بالسنته ديالو، هو مثالي مع راسه مع قبو كيفاش فين يطيح ويجي يطيح لي انا، يطيح لي انا في الكاميله ديالي، ويطيح لي في الفوتي ديالي، ويطيح لي في هذا. مالنا على مالنا حنا؟ ما ادري كتكون ترجعنا ولا ما ادري كتكون كتخدم اللعبه الخيريه عندها فونداسيون كتجمع من المحسنين ودي وعمرت الشاكوش ديالها، وحنا جد البصاصه تجمع لهم يجي واحد اخر يديهم. نو 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 اسمح لي سوري. السيده تعرف عليها هاد السيد، قال لها الحلال. قالت له واخا، قال لها جوز لي خاك، جوز لي باباك، جوز لي عمك، هي ما كانتش من معاك زين، عطات له التليفون ديالها. انتم سمعتوها خرجت يماها بالنقاب كتهضر، شتوها السيد؟ انا غنجي نخطب، ما جاش يخطب نهار الخطابه. قال لها خالتي ما توجد والو، داك الطوابل شحال؟ قال لها ماشي يكونوا ثلاثه المجالس. قال لها عندك تقول نزل شي حاجه، انا غنجيب كل شيء. واحد شويش هو يعيط لها، قال لها راه خالتي ماتت وعمتي ماتت وجدتي ماتت وانا في الكنازه دابا وما عرفتش كيف نعمل، وزعما كيبكي والناس كاسين كيستناو وما كاين والو، ما جاب في يده والو. داها باش يشري لها الخاتم، بقى كيدور بها المدينه كامله طاح وطحى. الخاتم اللي قال لك كتحطه على يدك، يقول لها لا ما عجبتنيش هذيك، لا هذيك ما عجبتنيش. دا لها الطونوبير، باع لها الطونوبير. وسمعوا سمعوا 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 الطماعين كيفاش كيجيو كيدخلوا. دابا هذه هي فيها الطماع، كيجيب لها، قال لك كل نهار اما هكا تقولها، كل نهار كيجيب لها طونوبيل، مره ما يجي لها بالرانش، مره كيكريهم كيكريهم لي زاجونس دو 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 الفواتور دو لوي دو لوكاسيون، كيجيب لها الرانش، كيجيب لها المرسيدس، كيجيب لها الفوزباغن. ايوا السيده شافت داك الباع الطونوبيل، شافت داك الهيئه، وكيعمل لها واحد الكاميسا بيضاء وتراخي كاريفور، كيعمل هنا 10 الاورو تراخيات، انا في اوروبا كيعملوا غير 10 الاورو. باقي تما تما انتم كتحلموا بالتراخيات. نوضوا جمعوا راسكم، الا غتجمعوا راسكم واحد شويه.